السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. القصواء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصواء هي ناقة الرسول المفضلة، ومعنى كلمة قصواء في اللغة هي الناقة التي أقصاها صاحبها عن العمل والخدمة ولم يرسلها للمرعى، وذلك لسمو مكانتها عنده ولكي تظل أمام عينيه لا تغيب عنها ليرعاها. والقصواء كانت ناقته المفضلة، وذلك لقوتها وسرعتها وطبعها الأصيل، لهذا كانت مطية الرسول في صلح الحديبية. وعندما دخل مكة فاتحا وطاف عليها حول الكعبة معتمرا، والقصواء كانت رحالة رسول الله محمد في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، حيث دعا متكئا عليها في عرفات، وأمطاها في مزدلفة عند المشعر الحرام، وخطب عليها خطبته المهمة التي بين فيها للناس أمور دينه. ففي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رحالة الهجرة من أبي بكر الصديق، وهما رحلتان اشتراهما أبو بكر، فجاء بإحدهما إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى رحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت عائشة: فجهزناهما أحدث الجهاز. وهذه الناقة هي نفسها التي بوركت في مربد الغلامين اليتيمين، والذي اتخذ فيما بعد مكانا للمسجد النبوي. والمشهور عند الحافظ والمؤرخين المسلمين أن اسم هذه الناقة القصواء اشتراها أبو بكر الصديق رضي الله عنه هي وأخرى من بني قشير بثمانمائة درهم، فباعها أي القصواء لرسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، ومات في خلافة أبي بكر، وكانت مرسلة ترعى بالبقيع. كيف ماتت القصواء؟ توفيت ناقة الحبيب صلى الله عليه وسلم القصواء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 أشهر، وعميت عينها وعصبت وأصبحت هزيلة لا تأكل طعامها، وأعياها التعب حزنا على فراق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فلم تقاوم وفارقت الدنيا في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.